سامعك عتقدك في شخبار استمام جديدكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. ندخل على التيك توك، ندخل على حلقة تخصصات ونعطي عليها رياكشن. فسوالك اشتراك حسوي تنزل تطع في صندوق غاستة وبنية عليها كام تبنية اسنان بعد وصلنا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ورزقون. نبدأ المقطع. في ناس تعاني من التفكير الزايد اللي اسمه اوفر ثينكينج. بصراحه انا بس ماني ذاك الزود مره تفكير المره، لا عادي يعني. تصويري انا صديقتي دهرب قالتنا تبقى حبيبي. احس البنات احيانا يخطوف خطوف بعدين ترفين جواك ليه يعني قاعد حاول ادري وش انا اللي قدرت والناس ما تقدر. اخر شيء تصورين احد وتشتكي عليك وتدفعك اللي فوقك واللي تحتك انت واهل اهل اهلك. بعدين ما انقطع 2018 هذول كلهم الحين كبروا. يا ابو صالح مجنون هذا ما في معلوم كات والله هذا ندم ما كويس والله ما هذا والله كلام قبل هذا نفر مجنون والله ما في معلوم هذا كذب نفسه والله انا العب سيده يلا كم مره لا مره هو كسران خلاص انا اقول لا ما يلعب والله هو كسران خلاص رجع دق وجهه كباري ياه انا اكره يطلع صوت اصلا في عليك يعني وجع تقول عنز قعدت فيها فوق تحت راحت طيب ذيك البنت اللي كنت بموت عشان اتعرف عليها قعدت فيها فوق تحت راحت طيب قامت صحبتي لفت عليها قالت خير قالت انت خير ترى درجي ما كنا عند الدرج وبعدين صحبتها جات قاعد تدافع عنها ومدري ايش قاعدين يقولوا قمت قلت لهم grow up قام قالوا الانجليزي ياي لحن مسوط الخرا ما كان عندي درجة استغفر الله العظيم. تخيل يا جماعة انا توقعت كل شيء الا ان وليد اخوي انساني بعد الصلاة. سلامات هذا كبري لو اني حمودي يمكن. هاي اسمعوا وصلوني. هلا والله السلام عليكم كيف الحال؟ بيت انا قريب ودي انا ولا ما في ودي؟ ها؟ يلا يلا امشوا. السلام عليكم تعالوا تعالوا معنا هذا يحسب لنا توصيل يحسب لنا سبالة للروب قل له لا زحمة قل له زحمة قل له ما يمدي قل له سيارة فل لا يا شباب ما يصلح خلاص انت قطيت وجهه ترى موكر رياجي قالوا لك تفضل تقعد تعزه ممكن تحرجه مو شيء اصلا ليش جيت ركبت معهم بكره اذا صار شيء والله منهم يا رجال اسمعي مشاكل ما بيها حاولوا تنضبطين فهدة بليز فهدة اسمعي وإذا قبل الاختبار قولي اللهم لا سهلة إلا مجال سهلة فأنت ترجع الحزن إذا شئت إيش شكلك ما أنت حافظة صح إذا شئت أيوة أي أبو فهد هلا هلا وخش تقول إن شاء الله ما وفقني هلا بعدين من الصبح تشقلقاني حلمانة يا أخي في ناس تقرب في الكعبة ويلي ما انا بتذكر هذا بالليل اذا شفته يركض عليك بعدين اعرف ان الله حي يا اخي ما شاء الله على بندر مره بطل الساعة 4 الفجر صارون سمعت صوت ابوك انا قبل شيء عندهم مدرس اي ما شاء الله
لا احنا بيجي ويبلش فيك كلام والصوح تاخذ هذا اليوم وانت تكره حالك سنسوال امو بميتو سي يا كنا ملابس نوم فحديد قل قاعد اتأمل جمالهم يا بي على شهم بس والله ما هم حلوات هم قالوا لك زكي ايوه يرفع صوته علي طيب تفضل استاذي مع خدمة العمل كيف اقدر اخدمك قل لها زبد لها على طول ينفع اللي سوتوه زي كذا ايش ينفع اللي سوتوه زي كذا كلمها على المشكلة قل لها كلمها ما تستحونوا دمكم انتوا كيف الحركة يا اخي انت خروف ايش ايش بك كلمها افصل عليها افصل عليها لا هي المشكلة يعني بسيطة يعني ما هي مشكلة اللي هي المشكلة هذيك ممكن هي مشكلة عادية يعني بصراحة بس متى ممكن تشغلوا لنا النت؟ شغل لك النت إن شاء الله من يوم والله أنه خروف يا خروف في عندكم رجال أقدر أتواصل معاه لو سمحت في غيرك يعني خدمة عملاء بصراحة ما في غيري أنا طيب بس إن شاء الله راح أحل لك المشكلة إن شاء الله بأسرع وقت خلاص أوكي تمام شكرا السحة لدمك يا وصل بالهداوة يا أخي بالهداوة أنا أقدر أتفاهم معاه الله رجال ما شاء الله ما شاء الله واحد يقول انا بنت وارتبك لما بنت ترد علي ما حدا مسوي مشاكل في الشوارع الا الحريم حد ما يعرف رقم سيارته الا هي شوف شوف سيارته وين لا بعد حتى فتحت البترول بعد فاتحت لنا ما مخليه شيء عشان كده نسولة تسوق شوف شوف تقول المشكلة إن في اختلاف كبير سيارتها توسان والثانية سنتاف إنه شنو طبعا هذه بنت بتثبت لك إنه هي تعرف ما شاء الله وقص إيدي ذا شوف 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 حتى نفس الأوميديات يا شباب فرق شاسع يعني مبين إنه ما أخذتها يا أخي ما شاء الله مش كيف صاحبتها هنا مرتبطة مرتبطة عندي كم سنة عندي 12 هذا أطفال زي ذاك اللي يقول انا ابوي ربطني في السرير قبل يومين فجرنا يا امتي صار انا انو المجد السليب عائد دام في اسبانيا طلعت حتى الوالد بيروح كم عمرك انت كم عمرك انت كم تعطيني 20 لا وين اكبر لص اصغر احلفي والله عشان كذا يقولون زوجوا اولادكم والله باب عمري ما سمعت شيء هذا نسوي هذا شنو ما تقول ما ماما ما يقول لي je comprends pas parle doucement quand tu me parles non je vais la lui dire comme ça je parle doucement ou pas أنا ابن أختي ابن أختي أختي ابن أختي يجينا أصفقه إيش هو متربي قال إيش تتكلم معاه كلام ابنه مش كان يقفر حي رايحين بفورد بنت حرام أربع ساعات ما تطلع واحد يقول ضحكت أنا مهندس طيب وانا ضحكت وانا اول دفعه مسارات تعال اكتب لهم انتوا شايفاني راجل ولا ايه ليه بيبي 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 كرهتيني في البيبي بيبي ما تقوليش بيبي ثاني كرهت الكلمه دي احبك يا اخي ناس خلاص ماتت ما حد يسوي حلو بنيه الحين جوك يسوي فيها بنيه يا ولد الخوف اللي نكب عليه رب الكعبه يروح لزين وكامل خلاص عاد زيد زيد نبي طلع يوم الخميس الساعه 9 عاد ما نبي زيد ذيك الطرحه يلا يلا عاد طلع يوم الخميس الساعه 9 عاد ما نبي زيد ذيك الطرحه
رب الكعبة انه مبدي. هذا انا قبل ما اجيب ذا المايك، المايك ذا صوته احسن. قبل انا كنت اقول عنز. بيبي ابيع كليتي وكليت اخواني وكليت ابوي والبيت عشاني. استغفر الله العظيم. لا انا احسن الحمد لله. لا انا مو كذا. وراسك عندي جزار محلق يا ابو ديع. لا 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 ابو ديع تبغى تشوت فاول يا ابو ديع ولا؟ لا 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 يا ابو ديع خل نجرب ناخذ ابو ديع يا اخو. قول اخوان بس لك الله. يا اخي يا اخي رب الكعبة يقهر مصعب وجهه يقهر. ابو وديع من وجهة نظرك وش تشوف الحل في العلاقات السامة؟ كنزاك بس كنزاك يبقى كنا مسبة. انا من شفت حلاقة القنفذ هذه يا ابو وديع. لا 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 يا اخوان امتكي انا وتوقع من اللي امتكي معي. حمود حبيبي حمود. قاعد تسوي سحر يا الله حبيبي. بالله كيف افهم ابو مستر شنب مصغر. الآن تشعر بخفة وانعدام الوزن. تمرين الاسترخاء الذهني. هذا نايم ولا متكي صدر المجلس؟ ابو ديع يا ابو ديع عليه. يا اخي وقف قلبه يا مصعب. كيف ها؟ شو سالفه؟ لا 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 تطلع على بس انه. يا اخي مره مبدع ما شاء الله اطلق تيم مع بعض ورب الكعبة انهم ابطال مره. فتكفى يا مصعب استمر مره بس لا تخرج ترى ممكن يموت ورب الكعبة ترى ممكن يودع. الى هنا كانت الحلقه. اسف لكم اشتراك وحساب التويتر تحت صندوق الوصف تابعنا عليه كامل تابعنا على سناب بعد صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم و سي يو.